نقلت وكالة الأناضول التركية عن وزير الخارجية مولود شاووش أوغلو إعلانه عن اجتماع تركي مصري مرتقب على مستوى مساعدي وزيري الخارجية والعمل. وقال شاووش أوغلو إن العمل جار لتحديد موعد الاجتماع، مؤكدا أن مرحلة جديدة بدأت في العلاقات بين تركيا ومصر. وأشار شاووش أوغلو إلى إمكانية حصول زيارات ومباحثات متبادلة في هذا الإطار. معنا من اسطنبول مراسلنا مهران عيسى، يبدو بأن المياه تعود رويدا رويدا إلى مجاريها بين البلدين. مهران، ما الجديد؟ الجديد أن تركيا بدأت تدرك ولو متأخرا القيمة والثقل الكبير لجمهورية مصر العربية، وأن الوقوف إلى جانب جماعة الإخوان المسلمين لا يفيد وليس في مصلحة تركيا، وبالتالي بدأت مؤخرا بالاستجابة لبعض المطالب المصرية لإعادة العلاقات إلى طبيعتها، والتي تسببت في يعني أن تكون سيئة هي التصريحات الحادة من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تجاه مصر عقب ثورة 30 يونيو. وبالتالي الآن بدأت تركيا تستجيب لبعض المطالب المصرية مثل إيقاف التحريض الإعلامي من أراضيها من تركيا تجاه جمهورية مصر العربية ورموزها. وسمعنا قبل أيام عن إبلاغ السلطات التركية لهذه القنوات المصرية المعارضة التي تبث من اسطنبول بضرورة وقف هذه البرامج، وبالفعل أعلن أبرز المذيعين فيها عن أخذهم لإجازات مفتوحة، وتم إيقاف هذه البرامج التحريضية ضد جمهورية مصر، إلى جانب الكثير من الخطوات و إشارات الغزل كما وصفها بعض المراقبين التركية تجاه مصر، سواء كانت من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أو من وزير الخارجية أو حتى من وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إضافة ل يعني اتصال كان قبل يومين من قبل وزير الخارجية التركي بنظيره المصري سامح شكري، اتصل به وهنأه بحلول شهر رمضان المبارك. واليوم نسمع من وزير الخارجية التركي بأن يعني مرحلة جديدة من العلاقات مع جمهورية مصر العربية قد دخلتها المنطقة، وبالتالي قد نسمع عن اجتماع قريب لنواب وزراء خارجية البلدين. بعد ذلك إن حدثت يعني تطورات إيجابية في هذا اللقاء ربما يتم توسيع الأمر ورفع اللقاءات إلى مستوى وزراء الخارجية، وبعد ذلك ربما على مستوى رؤساء جمهورية البلدين عبد الفتاح السيسي ورجب طيب أردوغان، لكن ذلك مرهون بالاتصالات القليلة المقبلة في الفترة القليلة القادمة. شكرا مهران عيسى، مراسل سكاي نيوز عربية في اسطنبول.